يوم 11 مارس بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كوفيد 19 هو واحد من ضمن عائلة فيروسات كورونا كجائحة عالمية، وبدأ انتشاره يزداد من الصين حتى وصل لأكثر من 205 دولة على مستوى العالم، ولحظة تصوير الفيديو ده وصل عدد الإصابات لأكثر من 1.5 مليون. كل الدول اللي فقدت السيطرة على انتشار فيروس كورونا ما بين مواطنيها كان عندهم فرصة من البداية أنهم يحتووه، ولكن الاستهانة بالحدث وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو اللي وصل دول زي أمريكا، أسبانيا، إيطاليا وإيران وغيرها من الدول للحالة السلبية اللي هي فيها دلوقتي. وده لأن ممارسات الناس اليومية كانت كما هي وما تغيرتش، خصوصا بعد ظهور دراسات أجراها علماء من جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت وجود مستويات عالية من الفيروس داخل غرف المصابين، زائد كمان أنهم وجدوا نسبة كبيرة جدا من الفيروس موجودة في الممرات داخل المستشفيات. فطبعا احنا عندنا دكاترة وممرضين طول الوقت بيتحركوا داخل المستشفى، فاحتمالية الإصابة بيها بتكون أكبر، بالإضافة كمان إلى إمكانية نقل العدوى لشخص دون أن يكون على مقربة من الشخص المصاب. ده غير الطريقة الأساسية لانتقال الفيروس عن طريق العطس والسعال والكلام أو حتى عن طريق التنفس. تخيلوا معايا مسافر من خارج محافظات القاهرة الكبرى وسافر للقاهرة، فطبعا الشخص ده ركب باص، اتعامل مع الناس، ممكن يكون كمان ركب مترو، ممكن يكون سحب فلوس من ATM ورجع تاني محافظته. متخيلين؟ سلم على كام شخص، اتكلم مع كام حد، لمس كام مقبض او سند على كام سطح. في دراسات اكدت ان في اشخاص مناعتهم قوية لدرجة انهم ممكن ينقلوا الفيروس لغيرهم دون ان تظهر عليهم الاعراض. حاجات مهمة ومشاهير كتير على مستوى العالم اصيبوا بفيروس كورونا. اللي عايز اقوله انك مش محمي من الفيروس باي حال. عندما نتعامل مع تفشي الأمراض المعدية فأنت دائما خلف المكان الذي تعتقد أنك فيه. تبعوا منظمة الصحة العالمية لأن الأبحاث مستمرة طوال الوقت، مهم جدا أنكم تعرفوا نشرة أخبار حياتكم. ما ننساش كمان الإجراءات الاحترازية، نحاول نغسل يدينا طوال الوقت بمدة لا تقل عن 20 ثانية، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، نحاول نسيب مسافة ما بيننا وبين الأشخاص لا تقل عن متر. Stay home, stay safe.